العناصر المنافس ثم الاعتماد على الكرات مباشرة ناحية الهجوم. حمزة يتوعمر في وسط الميدان، كرته طويلة مباشرة ناحية عبيد، عبيد الذي يبقى معزول في القاطرة الأمامية، يتفوق عليها المدافع فريد بالعباس. العربي كمال في وسط الميدان، اضطر للعودة إلى الخلف يتواجد حمدادو، حمدادو من هناك ناحية نساخ شمس الدين، كرته طويلة ناحية نقاش. أوه ممتازة هذه المراوغة من نقاش، والتسديدة لم تكن بمستوى المراوغة، كانت مراوغة بطريقة فنية ممتازة من هذا اللاعب خريج مدرسة نادي بارادو. انظروا هنا ماذا يفعل نقاش بالمدافع زيان شريف، كانت مراوغة ممتازة ولكن التسديدة كانت تنقصها الدقة والقوة، ولكن مبادرة حسنة من لاعب الهجوم اللي كنشجعوا هذه المبادرات، القطف من بعيد، لقطات تقنية فنية، يعبر اللاعب عن نفسه، هذه اللي تسمح باش الخبراء واللاعبين المختصين يشوفوا لاعبين في البطولة الوطنية وتطور كرة القدم بهذا المنوال. وهذا ما نتمناه وهذا ما نرجوه الآن في هذه المباراة التي بدأ فيها النسق يرتفع نوعا ما مع مرور الدقائق واللحظات. كرة لصالح اتحاد الحراش عن طريق حمزة يتوعمر، حمزة يتوعمر في الدائرة المركزية، غير تماما الجهة ناحية الظهير الأيمن، بولخوا، بولخوا كرتو بينية لكن الدفاع لحد الآن متفطن من جانب مولودية وهران، تكتل دفاعي من جانب المولودية ومخالفة لصالح اتحاد الحراش بعد عرقلة حمزة أيت وعمر. والانطلاقة من هناك لصالح الاتحاد، والدفاع في آخر لحظة ينقذ الموقف عن طريق فريد بالعباس. كانت محاولة من الظهير الأيسر لاتحاد الحراش لصعد لمساندة الهجوم في هذه المحاولة الماضية. سليم بومشرى اللاعب السابق لمولودية وهران واللاعب السابق لجمعية وهران يلعب اليوم مباراة خاصة أمام فريقه السابق. كرة طويلة من نطاش، يتفوق مزاري ثم شمس الدين نساخ، تفوق عليها أمدا، أمدا يقوم بعمل ممتاز اليوم في وسط الميدان. كرة من هناك ممتازة ناحية بولخوا، والتغطية الدفاعية حاضرة عن طريق شمس الدين نساخ. منذ المخالفة اللي رحضناها اتحاد الحراش ما بانش، لم يظهر شراسة هجومية اللي تبين باش يعود في اللقاء. نظن أن الفريق يلزموا بعض المحاولات وبعض الجرأة الهجومية، ولا اللعب الطويل اللي ينقلوا السرعة بسرعة للمنطقة منطقة مولودية وهران. وكرة من هناك ممتازة لصالح المولودية الوهرانية، والدفاع عن طريق الحارس قرأ كآخر مدافع يبعد الكرة مباشرة ناحية الأمام. دائما تبقى الكرة لصالح المولودية الوهرانية عن طريق العربي كمال. كنا أو تشكيلة اتحاد الحراش طرأ عليها تغيير بدخول المهاجم المستخدم الجديد في هذه المرحلة الثانية من البطولة الجزائرية، حاج بوغاش لدخل مكان المهاجم مباركي بلال. والانطلاقة من هناك لصالح المولودية الوهرانية عن طريق برزام الشفيق، يترك الكرة ناحية ياسين بزاز، ياسين بزاز طلب الكرة في رواق الأيسر نساخ، لكن ياسين بزاز يفضل المراوغة واختراق الدفاع، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق حمزة أيت وعمر. كانت محاولة ممتازة من ياسين بزاز، اللي فضل الاعتماد
على المهارة والمراوغة في هذه الكرة الماضية. نلعب 62 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية، والمباراة يبقى فيها التفوق دائما لصالح مولودية وهران بنتيجة هدف دون رد. الهدف حمل توقيع المهاجم نقاش محمد هشام. خمسة أمتار وخمسين في التنفيذ، الحارس قرأ مباشرة ناحية ظهيره الأيسر كنيش، كرة طويلة مباشرة ناحية الحاج بوغاش. الحاج بوغاش ما يتمكنش من هذه الكرة، وخمس أمتار وخمسين لصالح فريق مولودية وهران. هذا الفريق الذي تأسس سنة 1946 فاز بالدوري المحلي في أربع مناسبات وكأس الجمهورية كذلك في أربع مرات. أما على الصعيد الدولي فاز النادي بكأس الكؤوس العربية للأندية مرتين وكأس السوبر العربية مرة واحدة. مولودية وهران حاز على لقب وصيف الدوري في تسع مرات، وهو رقم قياسي في البطولة الجزائرية. ياسين بزاز كرته من هناك ناحية هشام شريف، هشام شريف أمامه زيان شريف ولكن يستفيد من مخالفة بعد عرقلة أو لا. الحكم السيد عراب هنا يقول أن هناك عملية تمويه، راح نشاهد بالعرض البطيء بالفعل. صح الحكم كان قريب من اللقطة، وبعد الإعادة لاحظنا أن عملية التمويه يعني محاولة تغليط الحكم، وهذا لعب سلبي. نتمنوا ما نعاودوش نشوفوه في الملاعب تاعنا. إذا مخالفة لصالح اتحاد الحراش، هذا الفريق العريق الذي تأسس سنة 1933، لديه لقب وحيد للدوري وفاز به في سنة 1998 ولقبين لكأس الجمهورية. كل فريق يبحث عن إعادة مجد الضائع في هذه البطولة. حمزة يتوعمر يغير مباشرة ناحية غربي، غربي يتمكن من المراوغة بشكل اللازم، يمرر الكرة من هناك لكن سرعان ما تقص وتحول ناحية ياسين بزاز. لما نشاهد ياسين بزاز في الوسط ميدان الهجومي إلا ويكون الخطر بالنسبة لفريق مولودية وهران. ربما الأداء تاع ياسين بزاز يكون أداء أفضل في وسط الميدان الهجومي بدل وسط الميدان الدفاعي. صح ياسين بزاز رانا نشوفه راه يلعب بالحنكة وبالخبرة تاعه، وين ما كانت تتوضع الكرة يكون هو تماك، هو اللي راه يقوم بالمهاجمات المعاكسة وخطف الكرة من الوسط لاتحاد الحراج. إذا تماس لصالح اتحاد الحراش. بولخوا ناحية زيان شريف، زيان شريف يمرر من هناك ناحية غربي. حمزة يتوعمر الآن ينتظر المساندة، تأتي له من هناك من الحاج بوغاش. رقابة لصيقة مفروضة على جل لاعبي اتحاد الحراش. حاج بوغاش، كنيش، مزاري، زيان شريف الآن، غربي يبحث عن أحد الرفقاء المتحررين. غربي في وسط الميدان يعتمد على الكرات الطويلة مباشرة ناحية الحاج بوغاش، وهناك صافرة والحكم يقول عودة من التسلل. إذن خطأ لصالح دفاع مولودية وهران. هذا الحاج بوغاش اللاعب السابق لاتحاد بلعباس ومولودية الجزائر وأولمبي أرزيو والحالي لاتحاد الحراش. بعد دخول الحاج بوغاش لاحظنا ان اتحاد الحراش غير من خطه اللعب من 4-4-2 4-3-1-2 الى 4-4-2. ترك غربي مع ايت وعمار وراه قدم اماده عند قدمها البومشرى، وراه يلعب بمهاجمين راسي حربه لمساعده عابد.
إذن اتحاد الحراش يبحث عن تعديل النتيجة، والمولودية عن تعميق الفارق لمن ستكون له الكلمة في هذه الدقائق. تبقى تفصلنا حوالي 24 دقيقة على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة 24 دقيقة. بإمكاننا أن نشاهد عدة أهداف، وبإمكان أن يسرى فيها الكثير. مخالفة يقول الحكم السيد عراب في وسط الميدان في الدائرة المركزية لصالح اتحاد الحراش الذي يبحث عن تعديل النتيجة. سليم بومشرة ناحية حمزة وعمر طلب الكرة في الوسط غربي، لكن كرة سهلة مباشرة ناحية عناصر المولودية الوهرانية عن طريق العربي كمال، يأخذ كامل وقته يمرر من هناك ناحية ياسين بزاز، حاول المرور عن طريق المراوغة أمام مزاري. ياسين يتمكن من المراوغة والتوزيع، ولكن في محاولة الدراج كنيش أمضى في وسط الميدان طلب الكرة الظهير الأيمن بولخوة اللي صعد لمساندة الهجوم. كرة ممتازة ناحية عبيد، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق حمدادو. ثم شمس الدين نساخ يرسل كرة مثل ما جاءت مباشرة إلى دفاع اتحاد الحراش. حمزة وعمر كنيش الآن حاج بوغاش، كأن الحلول تبقى غائبة بالنسبة لاتحاد الحراش لغاية الآن. يعني الطريقة التي كان يلعب بها اتحاد الحراش في المرحلة الأولى هي التي يعتمد عليها فريق مولودية وهران في هذه الدقائق. صح، العودة إلى الخلف والتمركز والخروج من كرة قصيرة واللعب إلى الأمام عن طريق بزاز. نلاحظ أن مولودية وهران عودة هشام شريف لغلق المنافذ في الوسط راح تصعب مأمورية اتحاد الحراش وتعقد لهم الأمور، ولكن مازال الوقت وهذه الطريقة لمولودية وهران يعودوا للرول ما نظنش مولودية وهران. هناك تكتل دفاعي من جانب مولودية وهران والانطلاقة في الهجمة المرتدة السريعة من هناك عن طريق شريف هشام، ولكن الحكم السيد عراب يعود للخطأ ويشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب زيان شريف بعد عرقلة واضحة على شريف هشام. اتحاد الحراش كان حقق في المباراة الماضية فوزا بعد خمس مباريات على شباب قسنطينة، لا يريد أن يرجع إلى نقطة الصفر، يريد تأكيد صحوته في هذه المباراة، ولكن لحد الآن يبقى اتحاد الحراش منهزم بنتيجة هدف دون رد أمام الفريق المستضيف فريق مولودية وهران. الحارس قارا كان تلقى أربعة أهداف في الخرجة الماضية لاتحاد الحراش أمام مولودية العلمة، استطاع أن يحافظ على شباك نظيفة في الجولة الماضية أمام شباب قسنطينة، ولكن اليوم المهاجم نقاش كان له كلام آخر وتمكن من افتتاح مجال التهديف وتسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة إلى غاية الآن التي تبقى تفصلنا عليها حوالي 20 دقيقة. عبيد ما يتمكنش من تجاوز المدافع فريد بالعباس. ياسين بزاز طلب الكرة في الرواق الأيسر. شمس الدين نساخ توصلوا الآن. شمس الدين نساخ كان سوء تفاهم بينه وبين ياسين بزاز، وتعود الكرة لصالح اتحاد الحراش دائما عن طريق هذا اللاعب حمزة آيت وعمر. كل الكرات تمر على حمزة آيت وعمر، لاعب الارتكاز بامتياز اليوم في هذه المباراة. في الجهة المقابلة نجد ياسين بزاز والتوزيعة ممتازة من هناك، ثم كمال العربي حاول التسديد لا يرى، وكمال العربي بطريقة ممتازة والدفاع في آخر لحظة عن طريق مزاري يتمكن من إنقاذ فريقه من هدف محقق، لأنه لو مر العربي كمال لكانت الخطورة على مرمى الحارس قرا. لأننا نلاحظوه الآن دفاع مولودية وهران راه يقوم بعمل كبير وكان يحافظ على الاستقرار. كرة ممتازة صعبة والكرة في أحضان الحارس. هذه من بين منذ 71 دقيقة
ربما الخطأ الأول أو الثاني اللي راه يقوم به مولودية وهران، وتسرع المهاجم، ممكن تسرع، ممكن حسن تمركز الحارس اللي فوت فرصة على اتحاد الحراس لتعديل النتيجة. دائما صراع بين نقاش ومزاري، نقاش يتفوق لكن في نهاية المطاف يتفوق عليه مدافع المنتخب الأولمبي رياض كنيش. سليم بومشرى، كرة طويلة مباشرة تبحث عن الحاج بوكاش، ولكن هناك قول الحكم مخالفة. هذه كانت الكرة الماضية، كانت العرقلة من خارج منطقة العمليات والتسديدة مباشرة في شباك الحارس نتاش. كان ممكن المهاجم يتقدم بالكرة ويتمر يتركز ويوضع الكرة في جانب ويسجل هدف. إذن التغيير الثاني في صفوف تشكيلة اتحاد الحراش بدخول اللاعب حطابي مكان المدافع الأيمن لبولخوا زين العابدين اللي خرج متأثر بإصابة. غربي في وسط الميدان، يأتي له من هناك بوغاش. أمضى مرة ثانية، راح يغير الجهة. حمزة عمر مباشرة ناحية كنيش. دائما نقلات وتمريرات بين عناصر اتحاد الحراش في محاولة لجلب المنافس ثم تقدم ناحية الأمام، لكن هناك تكتل دفاعي من جانب عناصر مولودية وهران التي تفرض رقابة لصقة على جل لاعبي اتحاد الحراش. حمزة وعمر يحاول استعمال أسلحة أخرى، يحاول التسديد من بعيد، لكن كرته سهلة بالنسبة للحارس عبد الرؤوف نطش. مع دخول اللاعب الثالث في الهجوم نلاحظ أن عبد القادر يعيش، السيد عبد القادر يعيش، يغير الخطة التكتيكية الثالثة 4-3-3 بثلاثة وسط ميدان وثلاثة هجوم مهاجمين صريحين لعل يسجل هدف. لأنه عبد القادر يعيش هنا ما عنده ما يخسر في هذه المباراة بما أنه منهزم لحد الآن، هي مغامرة ممكن أن يعادل النتيجة كما ممكن أن يتلقى أهداف أخرى. هشام شريف يعود إلى الخلف من هناك، كرة طويلة والدفاع دائما عن طريق زيان شريف ثم شمس الدين الساخ، كرة ممتازة من هناك ناحية نقاش. نقاش التوزيع صعبة، هذه الكرة ماذا ضيع شمس الدين الساخ، كان يحاول ضرب الكرة على الطائر ولكن من سوء حظه لم يتمكن من ضرب هذه الكرة ويفوت على فريقه فرصة تعميق الفارق. كانت محاولة ممتازة صح لهجوم مولودية وهران. صح، جملة تقنية تكتيكية جميلة، ولاحظنا استرجاع كرة وضرب الكرة الأمام ومتابعة والتوغل في منطقة العمليات من لاعب مدافع أيسر، قليل ونشوفها، الحمد لله شيء يفرح، شيء جميل من لاعبين ينشطوا في البطولة المحلية. نقاش دائما هذا اللاعب قاش محمد هشام يغلق كثيرا الدفاع، وكرة ممتازة من هناك ناحية شريف هشام. شريف هشام في منطقة العمليات، شريف هشام يحاول المرور عن طريق المراوغة، يترك الكرة ناحية شمس الدين الساخ والتسديدة يتصدى لها وتصطدم بأحد مدافعي اتحاد الحراش، تصطدم باللاعب غربي. المولودية تحاول الضغط في هذه اللحظات، هي الإعادة والكرة الماضية وشمس الدين الساخ لم يتمكن من التسديد في هذه الكرة الماضية لصالح المولودية الوهرانية. ياسين بزاز يتقدم عن طريق المراوغة، يتمكن ياسين بزاز يدخل منطقة العمليات، كرة صعبة ناحية نقاش والدفاع في آخر لحظة. هنا المهاجم نقاش ما تمكنش من هذه الكرة وهجمة مرتدة لصالح اتحاد الحراش، لكن سرعان ما تعود الكرة لصالح مولودية وهران. مساحات لا نلاحظها في اللعب، اللعب أصبح أكثر انفتاح، مولودية وهران ترفض العودة إلى الخلف، اتحاد الحراش يقدم. نلاحظ الآن بزاز دائما في كلاعب ثالث يأتي بعد المهاجمين
عنده خطورة، يحسن التمركز، وانا نلاحظه دائما الان بزاز. والانطلاقه من هناك من ياسين بزاز، ياسين بزاز يراوغ من هناك، يمرر كره ممتازه ناحيه شريف هشام، شريف هشام والتسديده، والحارس قار في المكان المناسب. بدات المباراه تشتعل، بدات الان تشتغل من جانب مولوديه وهران. شوف التسديده هنا من شريف هشام والحارس قار في المكان المناسب، يؤدي اليوم في مباراة ممتازة بالرغم من تلقيه هدف لحد. أنا تنبأنا بنهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني بأن اللعب يكون مفتوح بين مدرستين، تحسن اللعب، تحسن التمرير، تحسن التمركز. مولودية وهران يرفض العودة للوراء لأنه يعلم بخطورة فريق اتحاد حراش إلى عاد للوراء. إذن ركنية لصالح المولودية الوهرانية في التنفيذ كمال العربي، كرته من هناك ناحية شمس الدين نساخ، شمس الدين نساخ يحاول المراوغة ولكن توزيعته اصطدمت بحمزة أيت وعمر. مباشرة إلى التماس لصالح مولودية وهران من طريق ورزمة ثم الدفاع عن طريق مزري، يبعد الكرة مباشرة ناحية الأمام شمس الدين نساخ. إذن مخالفة لاتحاد الحراش في الوقت الذي كنتم تستمعون فيه لأهزيج الجماهير من ملعب أحمد زبانة بمدينة وهران. التغيير الثالث راح يكون بعد لحظات في صفوف اتحاد الحراش بدخول اللاعب الشاب حراق شمس الدين 23 سنة مكان اللاعب سليم بومشرى. إذن هنا المدرب عبد القادر يعيش يستنفذ كامل أوراقه. حراق في أولى كرته يمرر ناحية كنيش، يأتي له الحاج بوغاش لكن ياسين بزاز يتفوق عليه في وسط الميدان. والانطلاقة في هجمة أخرى لصالح مولودية وهران. حتى الآن جون ميشيل كافالي لم يقم بأي تغيير في صفوف مولودية وهران. صح، النتيجة راه في صالحه، ماش تقلق. النتيجة الخطة التكتيكية راهم خرجات فريق مولودية وهران، هذا اللي ما يستدعيش القلق. حاج بوكاش يمرر الكرة من هناك، كانت كرة ناحية حمزة أيت وعمر لكن كرة سهلة بالنسبة للحارس عبد الرؤوف نطاش. كرة طويلة مباشرة تبحث عن هشام شريف، مراقبة جميلة للكرة. ياسين بزاز اليوم يقوم بمباراة ممتازة، يتقدم ياسين بزاز من هناك، حاول الاختراق يمرر ناحية شريف هشام ولكن عودة غربي تحول دون ذلك. دائما تبقى الكرة لصالح المولودية الوهرانية والحكم ما يقول ولا شيء في هذه الكرة. وانطلاقة في هجمة مرتدة لصالح اتحاد الحراش ولكن نشاهد تباطؤ في الهجوم من ناحية اتحاد الحراش، تباطؤ الذي يسمح بإعادة التمركز الدفاعي بالنسبة لعناصر مولودية. صح، اتحاد الحراش منذ 80 دقيقة مازال ما شفناش هجوم معاكس ولا هجوم سريع، دائما هجوم مصنوع من الخلف، وهذا يساعد فريق مولودية وهران العودة والتمركز في الخلف. إذن كرة لصالح اتحاد الحراش عن طريق حراق. دائما اتحاد الحراش في رحلة البحث عن تعديل النتيجة، وطالت هذه الرحلة ويا لها من رحلة صعبة وشاقة وعسيرة. تماس لصالح اتحاد الحراش بعد إخراج الكرة من المدافع رباح عبد الملك. نلعب إلى غاية الآن 81 دقيقة من زمن هذه المباراة بين مولودية وهران واتحاد الحراش. دائما يبقى التفوق لصالح مولودية وهران بنتيجة هدف دون رد. كرة لصالح اتحاد الحراش من هناك، كرة ناحية أمادة، ممتازة هذه الثنائية ولكن الكرة خارج المستطيل الأخضر، وخمس أمتار وخمسين لصالح مولودية وهران. جملة تكتيكية جميلة ولكن كانت فيها تمريرات
قوة التمريرة كانت قوية، ما سمحتش للاعب اتحاد الحراش باش ياخذ الكرة، وإلا كانت لقطة جملة تكتيكية بين ثلاث لاعبين ممتازة. كنا نشاهد مع المخرج حسين بن عطا قبل لحظات صور من أنصار مولودية وهران الذين يصنعون الفرجة والمتعة في فوق مدرجات ملعب أحمد زبانة بمدينة وهران. ربما النتائج الطيبة التي يحققها الفريق مع المدرب جون ميشيل كافالي بغض النظر عن التعادلات التي تعتبر بتعثرات بالنسبة للمولودية، ولكن مولودية وهران هذا الموسم هي مغايرة بالنسبة للسنوات السابقة، تحقق في مشوار طيب لغاية الآن. عبيد أمامه مدافعين يتمكن من المراوغة والتسديدة، ولكن كرة عبيد فوق العارضة الأفقية، كانت محاولة ممتازة. هنا عبيد استعمل المهارة الفنية، تمكن من تجاوز لاعبين وفتح الثغرة ثم التسديد، ولكن كورته كانت تنقصها الدقة والتركيز. نظن عبيد ما لقاش الحل، استعمل، وهذه من بين الحلول، التخلص الفردي، مراوغة، الحلول الفردية اللي لازم يقوم بها مهاجم أو وسط ميدان هجومي لفتح شفرة الدفاع لفريق الخصم، لأن فريق مولودية وهران راه متمركز في الخلف وما ترك حتى ثغرة لفريق اتحاد الحراش. أخذ ورد في وسط الميدان، والحكم السيد عراب يطلب بتقديم الإسعافات الأولية لمهاجم المولودية الوهرانية ومسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة محمد هشام نقاش. وفرحة عارمة وسط أنصار مولودية وهران. إلى غاية الآن نبقى نقول كل هذا بكل تحفظ مولودية وهران. إذن قبل ست دقائق من نهاية المباراة تحتل المرتبة الثالثة لوحدها في البطولة بعد اتحاد أو وفاق سطيف والمتصدر مولودية بجاية. آخر فوز لمولودية وهران على اتحاد الحراش بملعب أحمد زبانة كان في موسم 2013، وانتهت المباراة آنذاك بنتيجة هدف دون رد. هل سيتكرر هذا السيناريو اليوم أم هل ستكون لكتيبة اتحاد الحراش كلام آخر؟ كنا شاهدنا هنا عبيد كان قام بمراقبة ممتازة للكرة، لكن من سوء حظه كانت عودة الدفاع موفقة في آخر لحظة. حمزة يتوعمر، كرته طويلة مباشرة من هناك، تبحث عن الحاج بوغاش، الحاج بوغاش، ولكن الكرة خارج المستطيل الأخضر وتماس صالح مولودية وهران. إذن جون ميشيل كافالي يقوم بأولى تغييراته بإقحام اللاعب براجا صديق، ربما من أجل تعزيز وسط الميدان. براجا صديق راح يأخذ مكانه بعد لحظات في تشكيلة المدرب جون ميشيل كافالي، هذا المدرب الذي درب عدة أندية فرنسية نذكر منها ليل وأجاكسيو، وآخرها كان نادي ليل نيم قبل الالتحاق بالعارضة الفنية لمولودية وهران. إذن صديق برجا سيأخذ مكان المهاجم هشام شريف هداف مولودية وهران. هنا لاحظوا بأن المدرب جون ميشيل كافالي يريد كأنه يريد الاحتفاظ بالنتيجة من خلال إقحام وسط ميدان وإخراج مهاجم. لاحظوا خروج هشام شريف مهاجم صريح ويدخل مكانه براجا، يدخل مكانه براجا الصديق. هنا يعني نشاهدوا هذه اللقطة، كانت لقطة زائدة من أحد اللاعبين، ولكن الحكم السيد عراب أشهر البطاقة الصفراء
في وجه اللاعبين من أجل التحكم في هذه الدقائق المتبقية من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة. إذن مخالفة لصالح اتحاد الحراش، كرة طويلة عن طريق زيان شريف وتغطية من هناك، ثم لا تزال دائما الكرة لصالح اتحاد الحراش، والكرة في أحضان الحارس ناتاش عبد الرؤوف. نشاهد هنا في هذه الدقائق الأخيرة عناصر اتحاد الحراش ترمي بكل ثقلها ناحية الأمام من أجل تعديل النتيجة. هذا هو كان شيء منطقي أن في الخمس دقائق الأخيرة اتحاد الحراش يستعمل كل أساليب المتاحة له، اللعب الأمامي، الكرة الأمامية من أجل الضغط ولا دفاع مولدية وهران، يقوم بخطأ ممكن ولا يسجل على نفسه كما في مولدية وهران سجل، ممكن اتحاد الحراش سجل، ولكن مولدية وهران غلق كل المنافذ بدخول براجا كوسط ميدان هجوم وسط ميدان يغلق المنافذ، مكان مهاجم صريح هشام شريف محاولة لجس نبض فريق اتحاد الحراش. إذن الكرة من هناك لصالح اتحاد الحراش وعرقلة واضحة على الحاج بوغاش يعلنها الحكم السيد عراب، راح تكون كرة طويلة مباشرة ناحية الأمام، خاصة الاعتماد على المهاجم والقناص عبيد صاحب القامة والبنية المورفولوجية الهائلة. زيان شريف كرة طويلة مباشرة من هناك، والدفاع يتدخل والحارس نطاش يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية، ركنية لصالح اتحاد الحراش في هذه اللحظات الأخيرة، في هذه اللحظات الأخيرة من نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة. في التنفيذ حمزة آيت عمر، صعود جل عناصر اتحاد الحراش، حمزة آيت عمر كرته مباشرة من هناك في علامة الجزاء، ولكن الحكم السيد عراب يقول خطأ لصالح دفاع مولودية وهران، مولودية وهران التي عرفت كيف تسير أطوار المرحلة الثانية بعد أن سجلت هدف قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس. شاهدنا فريق اتحاد الحراش كان قام ببعض المحاولات، ولكن تبقى الفعالية غائبة بالنسبة لاتحاد الحراش، وكرة من هناك تقص عن طريق الدفاع والحارس قرأ في المكان المناسب. إلى خلاصة المقابلة على هذا المنوال، مفتاح النجاح في مولودية وهران أن ما عادش في العشرين دقيقة الأولى من الشوط الثاني للوراء، امتص قعد في الهجوم، دار دفاع متقدم، ما تركش اتحاد الحراش يبادر، امتص هذيك الحرارة النرفازة تاع اللاعبين، ومن بعد سير اللقاء، سير اللقاء دقيقة بدقيقة، رجع للرول، أرفع الأمام، ولكن اتحاد الحراش اختبر عدة خطط تكتيكية من 4-4-2 إلى 4-4-2 بمدافعين إلى 4-3-3، راه يحاول، شاهدوا باللي راه يحاول ما فقدش الأمل، ومولدية وهران توجور قاعد متماسك في الخلف بعشر مدافعين. كرة من هناك لصالح اتحاد الحراش عن طريق غربي، كرة طويلة مباشرة تبحث عن عبيد والحارس نطاش في المكان المناسب، كانت توزيعة ممتازة، ولكن هنا شفنا الحارس نطاش كان خرج وصعد قبل المهاجمين وتمكن من التقاط هذه الكرة الماضية، والحكم السيد مديار كان أشار قبل لحظات إلى ثلث دقائق وقت بدل ضائع من هذه المرحلة الثانية والمباراة. تغيير آخر في صفوف مولودية وهران بدخول اللاعب عمور سفيان 29 سنة، عمور سيأخذ مكان على حسب ما شاهدناه في اللوحة الإلكتروني مكان المدافع شمس الدين نساخ. ماذا؟ نعم بالفعل شمس الدين نساخ، أو لا نقاش، المهاجم نقاش مسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة، هو من سيترك مكانه للاعب وسط الميدان الهجومي عمور سفيان. عمور سفيان في أولى كراته، والتسديدة من هناك
من شمس الدين نساخ لم تشكل خطرا على مرمى الحارس قرأ. نلعب الثواني واللحظات الأخيرة من زمن هذا الوقت بدل الضائع من مباراة مولودية وهران واتحاد الحراش. مولودية وهران التي سيكون لها تنقل صعب في الجولة المقبلة حينما تتنقل إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي في السبت القادم، بينما فريق اتحاد الحراش سيستقبل اتحاد الجزائر في ديربي عاصمي يوم الثلاثاء 10 فيفري. ياسين بزاز اليوم يقوم بمباراة ممتازة من ناحية استرجاع الكرات أو تموين المهاجمين، تبقى دائما الكرة من هناك والتسديدة كانت محاولة ممتازة، ولكن الحكم المساعد الأول السيد باسين رشيد كان رفع الراية. نلعب اللحظات الأخيرة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة ومولودية وهران تتجه لتحقيق انتصار طال هنا بملعب أحمد زبنة. مولودية وهران لم تفز منذ الجولة 10 بملعب أحمد زبنة. كمال العربي ثم حمدادو، كرة طويلة مباشرة ناحية الأمام، زيان شريف قام اليوم بمباراة ممتازة، وفي هذه الأثناء الحكم السيد عراب يعلن على نهاية هذه المباراة بتفوق مولودية وهران بنتيجة هدف دون رد أمام اتحاد الحراش. الهدف حمل توقيع المهاجم محمد هشام نقاش في